يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اسيا. انا طلبت من ماما اني اتعلم اشتغل كروشيه، والحقيقه هي وافقت وقالت لي بس ما يأثرش على مذاكرتك ودراستك، ده بما ان انا بدات دراسه وكمان يبقى في وقت فراغ بس. طيب احنا هنتعلم النهارده اول درس من دروس الكروشيه، ان انت ازاي تمسكي الخيط، وازاي تعملي فرصة البداية، وازاي كمان تعملي السلسلة. اتفقنا؟ طيب اول حاجة لازم تعرفيها ان بكرة الخيط بتاعتك عليها نملة الابرة اللي انت هتستخدميها. اتفقنا؟ ادي الخيط، بكرة الخيط بيجي عليها ورقة مكتوب عليها نملة الابرة بتاعتنا، هنا مكتوب من 1 لـ3، ده بالنسبة للكروشيه. لو احنا هنستخدمها تريكو موجود نمر التريكو تحتيها. طيب لو نفرض ان انت جبتي خيط الورقة بتاعته مش مكتوب عليها مقاس الابرة اللي انت هتستخدميها، تقعدي تجربي، تمسكي ابرة صغيرة وتمسكي ابرة كبيرة وتجربي الابرة هتمشي معاكي في الخيط ولا لا. تمام؟ هنا مكتوب من 1 لـ3، يعني تقدري تستخدمي ابرة 1، 1.5، 2، 2.5، 3. ما انك انت لسه في الاول استخدمي ابرة ايه؟ كبيرة. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب علشان تبدأي طلعي الخيط بتاعك، طلعي من النص، من نص الشلة. طلعي منين؟ من النص الشل، عشان انت لو طلعتيه من بره، يعني شلتي الورقه وبداتي تشتغلي من بره، هيجي وقت والبقره بتاعتك هتكلكع معاكي. احنا بنسحب الخيط من جوه، هيتسحب بكل سهوله معاكي، مش هيبقى فيه مشكله. لو قابلك عقده خيط او كركية خيط فكيها بالراحه، لو ما عرفتيش استعيني بحد من الكبار، ماما، اختك الكبيره، اي حد. فأنا اتفضلي يا آسيا، ادي الخيط بتاعك، مكتوب على البقرة بتاعتك انك هتستخدمي ابرة رقم كام؟ من 1 لـ3. من 1 لـ3. طب انت هتستخدمي ابرة رقم كام؟ استخدم الزرقة ديت، الزرقة والزرقة ديت 2.5. 2.5، ماشي اوكي. انا هستخدم ابرة مقاس رقم 3. الخيط بتاعنا بيتمسك ازاي؟ الخيط بتاعنا بنمسكه كده او بنلف الخيط على صباعنا. تمام؟ الإبرة كمان ليها مسكتين، يا إما بنمسكها كده أو بنمسكها كده، الأسهل ليكي امسكي. طيب أول حاجة لازم نتعلمها إزاي نعمل عقدة البداية عشان ننفذ عليها مسكة الخيط ومسكة الإبرة. عقدة البداية، أنا بعمل الخيط كده، الطرف القصير بره، بره إيديا، بعمل الخيط كده تمام، والف الطرف القصير اللي بره ده مره كمان على صباعي، شاطره. بجيب الطرف اللي جوه واطلعه قدام، قدام بس، ايوه، والطرف اللي جوه اروح موقعاه، شاطره. اتكونت عندك عقده بتدخلي فيها ابرتك، شاطره، برافو عليكي. مره كمان، اعمليها مره كمان، ايوه، برافو. لا، الطرف القصير بره ايدك، ايوه ماشي. لا، الطرف القصير هو اللي يتلف، اي لا، بصي، ايوه كده، برافو، شاطره يا سوسو،
تدخلي الإبرة في الحلقة بتاعتك. تمام. جربي انتي هتمسكي الإبرة ازاي. هتمسكيها كده زي القلم وتسحبي الخيط كده، ولا هتمسكيها زي السكينة وتسحبي الخيط كده؟ انهي اسهل لك؟ زي السكينة؟ زي السكينة. تمام خلاص. طيب الخيط كمان جربي هتمسكيه ازاي. هتمسكيه كده ولا هتلفيه على صوبك؟ هلفه على صوبك. هتلفيه على صوبك، ده اسهل لك. خلاص الاسهل اعملي. طيب بعد كده بتسحبي الخيط وتطلعيه من الحلقه اللي انت عملتيها. شاطره. مره كمان. شاطره، برافو عليكي، برافو عليكي. طيب طيب بصي، لازم تظبطي ايديكي وتظبطي الحلقه اللي على الابره، لا توسعيها ولا تضيقيها قوي، عشان لما هتوسعيها هتطلع لك حلقه كبيره زي دي، حلقه واسعه قوي. لكن ولو ضيقتيها مش هتعرفي تعدي الابره منها. اتفقنا؟ اه. طيب جربي كمان. مجرد ما بتخلصي تروحي سحبه الخيط وقصاب المقص. انا عايزاكي بقى تجربي تعملي سلسله كمان. تمام. انا السلسله دي هعملها بالكتاب اللي انا بقرا فيه علامه للصفحه اللي انا فيها. خدي خيط ده وجربي تعملي ايه مره تانيه، عقدة البداية والسلسلة مرة كمان. هخلي طرف الخيط ورق ايدي وهجيبه واخليه طويل شوية عشان اعرف الفه على صبعي بعد كده، وهجيب الخيط الطويل اللي ماسك في الشلة هطلعه على طرف صبعي، وبعدين حتة الخيط اللي فيها الخيط القصير هوقعها خالص من على صبعي، وهشد صبعي علشان تعمل لي الحلقة دي، وهضيقها عشان ما تبقاش واسعة قوي، وهبدأ ألفه على صبعي وامسكه والف واعمل السلسلة. طيب ما توسعيش الحلقة قوي علشان ما تبقاش معاكي واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، على مهم ده بالتدريب هيظبط لوحده معاكي. برافو عليكي، كملي. برافو. بس برضو وسعتي الحلقة، بقى عندك حلقة ضيقة وعندك حلقة واسعة. بالتدريب ايديكي هتظبط. مرة كمان. افك واعمل تاني؟ لا ما تفكيش. دايما اللي تشتغليه خصوصا لو انت بتتدربي او حاجه ما تفكهوش. تقدري تحتفظي باي حاجه انت عملتيها في كتاب او في كشكول او في دوسيه، دي الحاجات اللي انت اتدربتي فيها، عملتيها عينه، اي حاجه من الحاجات دي. شاطرة، برافو عليكي. عندي هنا اخر 5 أو 6 ورص كانوا مظبوطين شوية عن اللي قبله. برافو عليكي. طيب خدي خيط ده جربي بيه. الاول انت دلوقتي خلصتي السلسلة اللي في ايدك، هتسيبيها كده؟ لا، تفتحي الخيط وهوسعها. ايوه. وهجيب المقص وهقصها من الحتة اللي كان فيها الابر. طيب لو احنا بنشتغل في الشغل عاملين مشروع كبير، الحتة الصغيرة اللي انتي قصتيها دي ما تنفعش، عشان انتي مش هتعرفي تنهي الخيط ده
بالحتة الصغيرة دي، المفروض تكبري خيطك شوية. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا شوفي الخيط ده معلهوش اي رقم للإبرة، تعملي ايه؟ انا هبدأ اجرب في الإبر، انا هبدأ اجرب بالإبرة دي رقم 3. طيب شوفي كده هتنفع مع الخيط الصغنطط ده ولا تعوزي إبرة أصغر؟ خيط على ايدي من ورا كده كده وتوقعي. ماشي، ها برافو عليكي. من اول حلقتين كده عملت لك سلسله انتي كبيره مش راضيه عنها يعني، صح؟ اه. طب قبل ما تكملي بقى، لو انتي مش راضيه عن السلسله بتاعتك فكيها، عشان خاطر لما تيجي تعملي سلسله تانية تبقى مظبوطه اكتر. جربي ابره اصغر، ودي جربي دي مقاس 1 ملليمتر، 1.5، صح؟ 1.5 ملي متر. لا، ملي مليمتر. مليمتر. طيب طلعي ايدك بس قدام شوية. ايوه تمسكي الخيط الكبير. هخلي الخيط الصغير ورا بعيد. أيوة. عني وهشتغل. هي مش عارفة تمسك الخيط كويس، معلش بتزحلقه، هي كمانها من هنا صغيرة ورفيعة. طب يعني هتعرفي تشتغلي بيها ولا مش هتعرفي؟ يعني هي كمان أصغر من اللي انتي محتاجاه، صح؟ اه. طيب خدي جربي مقاس 2 ملليمتر. 2 ملليمتر. شاطرة، برافو عليكي. عرفتي بقى الحلقة بتتعمل ازاي؟ وعرفتي ازاي تختاري الإبرة؟ دي مقاسها مظبوط؟ اه، هي دي اللي مشيت مع الخيط. كملي. لو انتوا بتشتروا خيط لأول مرة اسألوا التاجر او اللي واقف في المحل، هيجيب لكم على الابره المظبوطه للخيط. الاطفال اللي بيشتغلوا معانا هسيب لكم لينك صفحتنا على الفيسبوك تحت في صندوق الوصف، تقدروا تبعتوا لنا الشغل بتاعكم عشان نشوفه ونتابع مع بعض. الدرس اللي جاي هنتعلم فيه غرزة الحشو. برافو عليكي، بس هديكي واجب فيه، تمام؟ مشروع صغنطط كده تعمليه لحد بقى الحصه الجايه او الدرس اللي جاي. عايزاكي ايه؟ كل في وقت فراغك تطلعي اي خيط عندنا وتجربي معاه. خلاص، عايزه اشوف كميه سلاسل قد كده اهو، علشان كل ما هتتدربي كل ما هتطلعي سلسله مظبوط. طيب اوكي، زي كده. يلا هنقول باي باي. باي. السلام عليكم. بالتوفيق. السلام عليكم، ونشوفكم الدرس الجاي. سلام عليكم.